أحد المساجد التي قصفتها عصابات الأسد بالدبابات في قرية كفر أنطون المجاورة لمطار منغ العسكري. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا قرآننا سبحان الله يحاربوننا أينما رأونا، ولكن مساجدنا لا تقصف بهذا الشكل، وسبحان الله تقصف ولا أحد يدري بما حل بمساجدنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بيت الله، ما ذنب له بأن يقصف؟ هذا كتاب الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. يحاربون بديننا، ولكن الله أكبر عليهم حسبي الله وعلى كل من طغى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحد مساجد كفر أنطون المحيطة بمطار منغ العسكري.